مرحبا بكم. ما الفرق بين قاسط ومقسط؟ قاسط من الفعل قاساط يقسط، والقاسط هو الظالم أو الجائر أو المائل عن الحق. مثال: يقول الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أي الجائرون سيكونون وقودا لنار جهنم في الآخرة. أما كلمة مقسط فمن الفعل أقسط يقسط، والمقسط هو العادل أو المنصف. مثال: يقول الله تعالى: إن الله يحب المقسطين، أي أن الله يحب المنصفين الذين يعدلون بين الناس. شكرا لكم وإلى اللقاء.